أما السمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات المتجددة من برنامجكم التجويد الميسر. وفيها بإذن الله تعالى سنتناول مخارج الحروف الجزء الثالث. قلنا إن مخارج الحروف من أهم أبواب علم التجويد. قال الإمام ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ورأينا أن مخارج الحروف هذه قسمها العلماء إلى مخارج كبرى ومخارج جزئية، وتناولنا في الحلقة الماضية الحروف التي تخرج من اللسان، ورأينا أن اللسان موضع كبير بالإضافة إلى المواضع الأخرى والتي هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. إذن ختمنا الحديث بالحروف التي تخرج من اللسان. اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الجزء الثالث من مخارج الحروف نبدأه بالحروف التي تخرج من الشفتين. والشفتان مخرج محقق، فيه مخرجان جزئيان. المخرج الأول جزئي لحرف الفاء، فالفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، كقوله تعالى: وَمَا نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. إذن الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، كما تلاحظون صورة مخرج الفاء. المخرج الثاني للشفتين فيه ثلاثة أحرف، وهي الواو والباء والميم. الواو كما تلاحظون تخرج مع ضم الشفتين، تخرج من الشفتين معا ومع ضمهما، في حين أن الباء والميم يخرجان كذلك من الشفتين مع إطباق ما بين الشفتين. يكون الإطباق قويا مع الباء وخفيفا مع الميم. إذن فالواو والباء والميم هذه الحروف الثلاثة تخرج من الشفتين معا، الواو بضم الشفتين من خوف وقال. إذن عند خروج الواو نلاحظ هذه العملية، عملية ضم الشفتين من خوف وقال الله وقال الله وهكذا، والميم والباء بإطباق ما بين الشفتين. ونلاحظ بأن الإطباق يكون قويا مع الباء، كقوله تعالى: اضرب بعصاك اضرب بعصاك لدى الباب. دل نلاحظ بأن الباء تخرج مع إطباق ما بين الشفتين، ويكون الإطباق قويا مقارنة مع الميم. الميم كذلك تخرج أعزائي المشاهدين من الشفتين مع إطباق خفيف، كقوله تعالى: أم لهم أم لهم ألم تعلم ألم تعلم. إذن تلاحظ عند خروج الميم يقع إطباق ما بين الشفتين، إطباق خفيف، وهذه هي الصورة، صورة إظهار الميم، صورة إظهار الميم تكون بإطباق الشفتين إطباقا خفيفا. وآخر مخارج الحروف هو صوت الغنة.
إذن الحروف التي تخرج من الشفتين أربعة: الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والواو والباء والميم من الشفتين معا، يكون الضم مع الواو والإطباق مع الميم والباء، وآخر المخارج هو صوت الغنة والغنة، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن ما هو الخيشوم؟ هو غار الأنف الداخلي. الخيشوم أعزائي المشاهدين هو غار الأنف الداخلي، منه من هذا المكان يخرج صوت الغنة. والغنة من تعريف التي تعطى للغنة صوت لذيذ يخرج من الخيشوم. وتكون الغنة في النون والميم المشددتين، وفي بعض أحوال النون والميم الساكنتين كالإخفاء والإدغام بغنة والقلب. إذن تكون مطلقا الغنة تكون مطلقا في النون والميم. وهذا الصوت المعبر عنه بالغنة من أين ينبع؟ من أين يخرج؟ يخرج من الخيشوم، وغنة مخرجها الخيشوم، كقوله تعالى مثلا: إن الذين آمنوا. إذن تلاحظون هذه الغنة: إن الذين آمنوا، ميم كذلك، ميم مشددة مثلا: ثم كان من الذين آمنوا مثلا. إذن أماكن الغنة كثيرة ونجدها مطلقا في النون والميم في أحوال معينة. ونختم درس مخارج الحروف بهذه الخلاصة المركزة لمخارج الحروف. إذن رأينا في السابق من فوائد دراسة مخارج الحروف هو تمييز النطق بالحروف الهجائية العربية، وتحسين أداء هذه الحروف، ومعرفة القوي والضعيف من الحروف الهجائية العربية. ورأينا أن علماء التجويد قسموا هذه الحروف إلى قسمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا من حيث المخارج، مخارج كبرى ومخارج جزئية. المخارج الكبرى خمسة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان. ومخارج
والشفتين والخيشوم ومخارج جزئية وعددها 17 مخرجا. هذه الصورة التوضيحية كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، لخصنا فيها درس مخارج الحروف. تلاحظون الجوف، عدد المخارج الموجودة في الجوف مخرج واحد جزئي، عدد الحروف ثلاثة. ما هي الحروف؟ هي الواو دائما ساكنة مضمومة قبلها، الواو الساكنة مضمومة قبلها، والألف دائما ساكنة مفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، جمعت في قولهم نوحيها. ثم الحلق، عدد المخارج الجزئية ثلاثة، وهي الأقصى والوسط والأدنى، وعدد الحروف التي تخرج من الحلق ستة، هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. نصل الآن إلى اللسان، مخرج كبير فيه 10 مخارج جزئية، عدد الحروف 18 حرفا، وهي القاف والكاف والجيم والشين والياء والضاد واللام والنون والراء والطاء والدال والتاء والصاد والسين والزاي والظاء والذال وأخيرا الثاء. إذن هذه الحروف 18 تخرج من اللسان. والمخرج الكبير الرابع هو الشفتان، عدد المخارج الجزئية 2، عدد الحروف 4، ما هي؟ الفاء والواو والباء والميم. والمخرج الكبير الأخير هو الخيشوم، عدد المخارج الجزئية 1، وهو ومنه يخرج صوت الغنة. نجد صوت الغنة، أين نجد صوت الغنة؟ في النون والميم مطلقا. إذن ونختم بهذه الأبيات الجميلة للإمام ابن الجزري رحمه الله في باب مخارج الحروف، قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، للجوف ألف وأختها واهي، حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشينويا، والضاد من حافته إذ واليا، لضراس من يسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء دانيه لظهر ندخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. إذن رحم الله الإمام ابن الجزري على هذه الأبيات الجميلة التي ضمنها مخارج الحروف. ونختم أعزائي المشاهدين بفقرة المصحف المعلم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة. الحاقة ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية إن حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على
أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما إني ظننت أني ملاق حسابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية في جنة عالية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية كلوا واشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية ما ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فليس له صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.